وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأعزائي وأحبتي. تبون الصدق؟ اشتقت لكم، ويعلم الله ما نزلت الحلقات إلا عشان الناس اللي كتبت وعشان الباقيين اللي يبون يشوفون حلقات من خليل جيمينج. وراح أغير اسم القناة خليل جيمينج من خليل جيمينج أند تك، لأن أنا دائما موجود في قناة الثانية خليل، مش خليل سوري، كل يوم تكنولوجيا اللي فيها كل جديد عن الإلكترونيات والتلفونات والهواتف وألعاب التلفون. يعني ما فيها ألعاب وايد أقول لكم الحين، بس يتابعوها رابط تحت. لكن بحاول أنزل حلقة أو حلقتين أسبوعيا أحكم في هذه القناة، بس عشان خاطر الناس اللي صراحة ترجع لي دائما في التعليق. وهاي ترانسبورت فيفر 2 الجزء الثاني نزلت من جديد من كم يوم. بس يا جماعة الخير، الحين بديت 1990 مع شوية ميزانية. ها شو أول ماين، شوف أشكال الجرافيكس محلاهن، والله اشتكلا هي الأيام اللي أسجل فيها حكم. تبون الصدق مدة الحلقة ما راح تزيد عن نص ساعة يا جماعة الخير إن شاء الله. بس الحين الهدف هني مواصلات اللعبة، نوصل موارد المدن، فبدور مدينة إنه سهل إني أوصل لها ولا أنتج لها بالأحرى منتج جاهز. ها يبون أكل، في مزرعة قريبة، في مزرعة قريبة. يا سلام يا جماعة الخير، أنا خاطري في قطار بس وايد بدري على القطار. بس تعرفون شو هاي؟ مزرعة، هاي مش مزرعة، هاي فود بروسيسنج طايحة في حضن المدينة. ووو لحظة خلنا نشوف وين أقدر متشارع هني. آخ ما أقدر متشارع من داخل. لحظة، إذا مديت شارع من هني أقدر أحطي الترانسبورت هني؟ هي أقدر. أح لا ما أقدر، ما أقدر ياخ ما ينفع. انزين الحين الهدف ان احنا نسوي منتج في اللعبة هاي، بس المشكلة هني ما باهم يدخلوا، اذا دخلوا في نص المدينة من البداية راح اكل هوا اقول التم. صبر خلنا نسوي شوارع هني نكبرها. كولوجن مكان المزرعة زين ومش زين، مكانها حلو انه داخل المدينة، ومكانها مش حلو انه لازم اذا بيجيب منتج هاي بعد داخل المدينة. اوكي فاللي بسوي تعرفون شو؟ بجيب شارع من هني لين هني، خلنا نطور هالشوارع اساس السرعة تزيد شوية. زين هالشارع خلوه نفس ما هو، هذا ما اقدر اطور فيه لان هذي اصلا موجودة وما اقدر انقلها. بس شو بسوي؟ بجيب اكل من هني، مش اكل، منتجات الزراعية من هني عن طريق خلنا نشوف، طبعا مش قطار لان المسافة وايد قريبة وايد ارخص لي اني اسوي من غير قطار. اجيبه عن طريق هذا المكان، في شغلات جديدة اللعبة ترى حلوة وايد. انزين وايبة عن طريق هذا المكان، وبأحطي مال الباصات ولا مال السيارات على اساس اني انقل سامان هني، لان مش محتاجينهم في اول مدينة الصراحة، وما لداعي اني اخسر مساحة في المدينة نفسها، بس بيكون شكله زين. يعني بنطور المدينة هاي لان هالمدينة يحتاجون اكل. شوفوا الحين الاوبشن الجديد حلو، اذا نحطي على المبنى اللي هو هذا الجراج نقدر نشوف الأكل اللي نقدر، ولا بالأحرى الشغلات اللي هم يبونها منا في المدينة. فخلنا نبدأ بسرعة أساس إن ما نطول وياكم وايد. لحظة خلنا نأخذ هاي all cargo type 6، بأخذ من هاي، خلنا نحسب المسافة. هاي مو أقرب وما بيدخلون في نص المدينة. أوكي ممكن نسوي الاثنين ترى على فكرة، ما عندنا مشكلة. إنزين فخلنا نسوي 6 سيارات، 1 2 3 ست سيارات نقل نوع انواع شحنة كامل. احسب لي 4 هني اساس تتبعون وياي انا شو قاعد اسوي. لحظة بس الحين الفرق لازم اسوي لين من هني، فبسوي خط من هذا المكان لهذا المكان. اوكي شو المشكلة؟ لاين 1، شو المشكلة في لاين 1؟ مانج لاينز، ليش في عندي مشكلة في الخط؟ المفروض ما يكون عندي اي مشكلة. هذا ضارب غلط. هذا مكان الخط كامل غلط، فأصلا هذا غير موصل يعتبر، فلازم أسوي لي والله من نوعا ما أحسن. تبون الصدق أحسن على أساس شو؟ صبر خلنا نسوي لهم شارع على أساس ما يدخلون المدينة خير شر. شوفوا الحين الخط اكتمل، هو مش متوصل في المدينة، هو بس قاعد دايس في بطن المدينة فقط.
زين هذا معناه بيون من برا على المدينة، واللي هو شيء زين ومش زين في نفس الوقت. صبر خلنا نسوي لنا شارع عدل. لا في شارع بالطريقة هاي، في شارع سيدة هني. هذا معناه باختصر لهم شوي، مش باختصر صراحة، ما يعتبر اختصار فعلي. ممكن اسوي هذا سيدة شوي، لا اوكي اتس اوكي عادي. انزين ونيع السيارات اللي موجودة في الجراج ونحطيهم على خط واحد ونبدأ اللعبة. يلا بسم الله. انزين اول شيء بثبت الوقت، شوفوا الوقت بثبته لين اشوف الايام، يعني مش الايام، لان اشوف الاقتصاد والثبات الاقتصادي عندي انا كيف يمشي. انزين هاي الاول شيء بيروحون هني بياخذون اغراض اللي هو بدا ينتج. شوفوا من الشغلات الجديده الحين هالمكان نقدر نحط فيه ركاب وحموله في نفس الوقت، واللي هو شيء جديد على فكره. بس انا الحين شو ابغى اسوي؟ ابغى اسوي المدخل. اذا سويت المدخل مهني بتلعوز بعد، اقدر اسوي المدخل من مكان واخليهم كيف يشلون الاغراض. خلنا نشوف اول شيء، لحظه بيون من هني يشلون الاغراض، معناه اذا المدخل من هني بيوفر علي شغلات. ليش انا بسوي شيء؟ اساس انهم ما يدعمون داخل، لان اذا حطينا وايد سيارات في المستقبل بيستوي عندي مشكله ثانيه. يعني مثلا اسوي دخول هني واسوي، لا بعدها لازم اكسر المكان كامل من اول جديد. و لا عاديا اكثر خليهم يدخلون من هني تصدقون، بس ما احس له داعي. خلونا نكسر هذا الحين، خلنا نشوف مع الزحمه كيف تمشي الامور. الحين هاي اللي وصلوا هني ابى دفعه ثانيه من السيارات خط واحد. شوفوا هاي الاوبشن، الحين احدد كل السيارات اللي في الخط واحد واقدر انسخهم اسوي نفسهم على نفس الخط. فالحين بيكونوا متوزعين شويه، وبعضهم رايحين بعضهم رادين، فالانتاج على هذا ما بيوقف. الحين يتريى هذا انتاج، لازم ننتج اكل حق المدينه. خلينا نسرع شوي الوقت زين على اساس نبدا ندخل فلوس، لان اوريدي صرفنا 1,200,000 وانا ما سويت شيء، بس شوارع وتكسير. انزين المشكله اللي بواجهها مع هذا انه بياخذون لفه كبيره حق المدينه، بس اتصور ما بيكون في مشكله كبيره فعليه، الا اذا بغيت انا شو اسوي؟ اجيب شارع من هني، شو هذا الشارع وين يتوصل؟ هني. بس بعدني ابى بعده شوي، ليش؟ لان بوسع المحطه مالي، اخلي الناس اللي تطلع من هني توصل الاغراض تي المدينه من هني. ففي الحين عندي في الباني هذا يسمونه انلود ستوب، هاي شغلته ينزل اغراض. بس بنحطي واحد، مش كلهم يبون اكل، هذا يوصل حق كل اللي يبون اكل. اوكي نقطه واحده بس تكفينا. شو اسم المدينه هاي؟ تبلسي؟ لا سوري بنسميها استوي بالعربي، ما يستوي لا هاي خليل كابيتال، خليل كابيتال العاصمة، كابيتال. انزين بنسوي ال- ال- الخطوط اللي موجودة عندي هني، اللاينات إعادة تسمية. هذا اللاين خليل فارمز، فارمز يعني مزارع خليل 1. انزين وبعدين بنسوي خط جديد من هذا المكان نفسه الى الانلود ترك، شوفوا بنسميه خليل فود لين، خليل فودز، لان نحن بنوصل لهم اكل صح. وخلنا نسوي شوي موديفيكيشن على هذا. صبر 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 خلي اوقف اللعبه، خلني اهدم هذا، براويكم شو بسوي هناك، لان هذا بيكون محطه كبيره شوي، فبراويكم هني شو بسوي كنت هناك، ان هاي المحطة عودة مش صغيرة بتكون. زين هاي متوصلة في الفود اوكي. الحين لو ندخل على التعديل ولا التضبيط في المحطة هاي، عندنا اوبشن ان نحن هالشارع بنفسه نلغيه. حلو، انا شو بسوي اول شيء؟ ابغى اكبر اللينات مال الكارغو، شوفوا هذه مال الكارغو، حلو هذا الحجم يكفي تقريبا. زين بنحط ستريت اكسس كارغو، بس كارغو ما اقدر اوسع المحطة غير كارغو. زين بنحط ستريت اكسس حق الاثنين، من وين؟
أبى الناس تدخل، لأن المدخل إذا المخرج من هني أبى الناس تدخل من الوسط وتطلع من صوبين، مش من صوب واحد، ما بهم يطلعون من نفس الصوب، بس لو يدخلون من نفس المكان ما عندي مشكلة. زين، وباهم يطلعون من هني ويطلعون من هني، أوكي؟ لكن يقدرون يدخلون من جهتين، واللي هو من جهة واحدة يدخلون، لكن يطلعون من شو؟ من جهة واحدة. والمفروض إن المحطة محطوطة نفس المكان، ما نبى ستريت أكسس، نبى الحين شارع أساسي، شارع أصلي بالأحرى، ونوصل الشارع لين هذا، ونخلي العالم تدخل. الحين الخطوط شو أخبارها؟ شوفوا الحين في لفة ما لها داعي نوعا ما داخل، أنا هذا اللي ما كنت أبغاه، اللفة اللي ما لها داعي، لكن بعد أوكي، بعد أوكي، لأن كل حد مفروض يطلع هذا تغير اتجاههم تماما، سبت هذا الشارع أقرب تتوقعونها الاتجاه. مشكلة ما بأسوي زحمة في المدينة، هاي another issue، أنا ما بأسوي زحمة في المدينة. زين، إذا أحط شارع مهني لين هني وتشوفوا الخطوط نفس الشيء صح، لأن السنتر مال هذا أقرب لهم من وين مهني، مفروض ما يسوي مشاكل فعلية، لكن بيسوي لنا مشاكل إلا إذا أغير خطوطهم هاي من هناك لين هني، يعني أسوي ستريت أكسس في المبنى نفسه. زين، وهدم اللي بيته هناك من هني وهي على الشارع. زين، وسوي بالطريقة هاي، مفروض يغيرون الحين. يب، غيروا، وهذا المكان وايد أحسن، لأن هذا وايد سيدة بيه وما بيلفون داخل لفة ما لها داعي، وإذا يبون يطلعون ولا عندنا خطوط مستقبلية ما عليهم مشكلة، من شكل المكان حلو أصلا في كل الأحوال. خلنا نشغل اللعبة، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا عم نشوف الخطوط إن شاء الله يدخلونا فلوس عادة. خلنا نشوف هني معلومات الخطوط، بعضهم اوريدي مال الاكل ياس يدخلون فلوس، تعرفوا لازم اشرب مي. زين، شوفوا خلنا نتفق على شيء، يبالنا سيارات حق الاكل. الحين هل هذا ينتج؟ ينتج. الحين نقدر ناخذ سيارات حق منو؟ حق الاكل. زين، اللي هو بنحطيهم على خليل فود، اوكي. نبى ناخذ 6 سيارات كفينا، ونحددهم كلهم وندخلهم على خليل فودز هاي، اوكي. يعني عندنا 12 سيارة الحين حق المزارع هاي، ولا المزرعة هاي بالأحرى، مش مجموعة مزارع، وعندنا أكل يوصل لكل حد يحتاج أكل في المدينة صح؟ صبر بلدنج هي، كل حد يحتاج أكل يوصل على شهر عديد، ها توي طلع صح؟ كأني شفته توي طلع. خلنا نشوف في زحمة هني ولا اوكي امورهم. اوكي امورهم، مكان المزرعة شوي قبيح صراحة، لكن شيء عجيب يعني. جماعة الخير، يا سلام، تريد بس نوصل طيارات وربع، شوفوا شو يستوي. زين، الحين ابى اسوي مواصلات داخل المدينة، الناس لازم تتنقل من مكان لمكان، وطبعا اقرب مدينة هناك، فأساس المواصلات بيكون هنا، لأن هذا بيكون قطار أكيد، هذا ما في أي أدنى شك. لكن وايد كثافة هالمدينة أحسن وايد أسوي لها قطار، صدقون هالشارع ما نحتاجه صح؟ خلنا نسوي قطار هالحلقة قبل لا تخلص الحلقة، أوكي. لا تنسوا أنا موقف الوقت بس على أساس أبدأ أحطي أساسات منه. زين، خلينا نحط القطار بالطريقة هاي، اوكي ممتاز القطار. زين، وبنحطي شوي استعجلت فيه على فكرة احس، بس مو مشكلة، هذا لهاية المدينة لانه وايد اسهل وما في وايد شربكة. شوفوا لا تحاولون يعني في هاللعبة كل ما كان الخط سيدة اكثر كل ما كان القطار يمشي بسرعته اكثر، على فكرة المعلومة، فحاولوا دائما انكم تبدون بخط، ودائما حطوا دفعات صغيرة، انك تحطون دفعة كبيرة تشوفوا امشي في هذا لين مرة واحدة التكلفة تنط، يوم التكلفة تنط لازم نرجع، شوفوا نطة التكلفة، فكان هني التكلفة حلوة، ما اعرف ليش، بس لازال ميكانيكية من الجزء الاول للثاني بنفس الطريقة، ان نحن لازم ماني بالعيد فقط. الحين خلنا اول شيء قبل انا اكمل السكة هاي عشان ما اخسر فلوس مالها داعي. زين، باسنجر ترين بسويه هنا،
بس هو اقدر اسويه في نص المدينة صراحة، بس ما احس له داعي. ممكن اسويه، ممكن اخترع على شارع جديد، ممكن اسوي له شارع بالطريقة هاي. 27,000 حلوين، اوكي مش حلوين بس يعني قد اقوين، لان في كل الاحوال انا بسوي له مواصلات، هذا مش واصل عند سكان اساسا. صبر، بنسوي هني، بنسوي تراك من هني لين هني، ممتاز جدا. وهذا احمد طه، اكتب لي اخر كومنت. اوكي احمد طه، هذا المدينة الثانية. انزين، بنسوي اول شيء مواصلات داخلية، ليش؟ على اساس الناس تروح وتي، بس بسوي ترام على طول. ترام شوي غير، ترى احس الناس بتروح مرتاحة بداخل الحين. انزين، الترام لازم نمسك الشوارع وني نسوي ابجريد حق الشارع الى ترام. شوفوا، بسوي خط ابو حول المدينة، بكمل الشارع هذا. لحظة، ابى اكمل هذا الشارع. انا اسف يا بيت، انا اسف يا فلوسي والله، اساس ان الترام يلف حول المدينة. اوكي، وباخذ الالفة لين هني. اوكي، الحين بسوي ابجريد حق هايل، بس هذا الشارع ما يقبل ترام، شارع تعبان. في شارع ترابي ثاني؟ لا. انزين، خلنا نسوي هذا الى شارع ترام حول المدينة كامل، وبنسوي وقفات للترام. للمعلومة لازم تدقون على هذا كبرة، لما تدقون على المدخل المحطة بكبرها تستوي حق ترام. مبنى الترام مختلف، بس الترام وايد حلو. أنا يعني بتشوفون الحين ليش. لا، ما بحطه هنا، هنا بيخرب علينا لأنه يمكن أوسع القطار. خلنا نحط الترام هنا على مدخل المدينة، بس ما بيسوي زحمة. لا، ما بيسوي زحمة. إنزين، وبنحط وقفات هذه اللي هي ترام وبس ستوب. نشوف أكثر نطاق تغطية على اليمين، لا تحطونه على اليسار، على اليمين واحد، لأن اليسار بيخليه يلف حول عمره. اثنين، ثلاث، ايوه وصل المدينة كامل. شوفوا هني، يمكن شوي بعدين بنحط لنا محطة زيادة في الوسط بيوصل لهم عادي، ونحط لنا واحد هني. بس تعرفون شو، انا غلطت بالعكس. شو بسوي؟ بشل هذا، وخبركم الحين ليش. لانه بسوي شي، خلينا نسويه، نحطيه جنب القطار. حطيته ما كان قصدي، لان المشكلة لازم ادق شفت وكليك على اساس اني الف المبنى، ومرات ادق كليك من غير ما ادق شفت فابني. انزين، ونسير على الشوارع ونسوي ابجريد حق المحطة ترام. انزين، الحين بسوي خط اسمه احمد طه ترام. انزين، بنحطي واحد اثنين. بخبركم انا ليش غيرت مكان الترام ستوب الحين، بس ثانية. شوفوا الحين لو انا حطيت الصوب الثاني، شو بيستوي؟ بيلفون وبيتقاطعون مع بعض، بيستوي دوار داخل، فبيتداعمون، كل حد بيدعم الثاني. الحين لا، الحين بيوقفون، بيدخلون من الشارع من غير ما حد يدعم الثاني، يحاول ياخذ يتير. ما ادري اذا وصلت الفكرة، اتمنى ان تكون وصلت. بس بوسع شوي على اساس ان اكثر من ترام يكون واقف في نفس الوقت. ما اتوقع هالكثر زحمة، بس الاحتياط واجب. انزين، وبنشتري ترامز باي فيهيكل، بما ان احنا قاعدين نسميهم خلنا نشتري 5، مش 51، لا اعوذ بالله، 5. انزين، 450,000. انزين، بنشتري 5 ترامز، يشيل كل واحد 11 نفر، وهو نوعا ما يعتبر خسارة. احمد طه ترام. اوكي، انا غلطت. احمد طه، لحظة، هاللاين مال شو عيل؟ هذا بغيره حق القطار عقب. خلنا نمسح هذا، هنسميه احمد ترام. غلطت في شيء انا توي، ما اعرف شو. انزين،
الحين هذيل بيبدؤون ينقلون شو الناس داخل المدينة. هاي المدينة بسوي نفس الشيء، أبى أسوي ترام يوصلنا لنفس المكان بنفس الطريقة بنفس الميكانيكية. خلاص أنتوا عرفتوا الحين الميكانيكية اللي أنا أمشي عليها، بس هذا فيه تكسير بيوت. أوكي أح ما بنا بيت إلا الحين، بحطيه هنا بحطيني حرام حرام والله ميت. زين لأن أقدر أوسع قطار يسار عقب وأكسر شو ممكن تعرفون شو، لأن هذا رخيص 6000 أقدر أشله الحين، لأني بوسع بالطول مو بوسع بالعرض. هذا أول شيء. ثاني شيء هذي الناس اللي هني كلهم يقدرون يوصلوا عن طريق محطة الباصات ويروحون هني، ما عندهم مشاكل. فبتشوف كيف تخطيط المدينة من هني. أكمل هذا الشارع؟ لا ما يسوى، حرام وايد لف على الترام. بنحطي واحد هني، بحطي واحد على زاوية الشارع هني وين أتوقع ما يستوي زحمة. بنحطي واحد هني وبنرجعه لبنول الترام. فالحين بنسوي خط جديد اللي اسمه خليل ترامز. زين ويبدأ الخط من وين؟ آد ستيشن، واحد اثنين ثلاثة شوفوا أربعة، يرجع نفس المكان، يتشاركون خط واحد مع المزار واللي هو أوكي ما عندي مشكلة. زين فبنسميه هذا خليل ترام، خليل ترام. طبعا محطة الترام غير عن باقي المحطات ولازم تنحط على الترام. فالحين يوم بسوي شارع لازم أحسب حساب إني وين بحط محطة الترام. زين فالحين هذا كله لازم نحط فيه سكك على أساس الترام يقدر يمشي على السكة بالطريقة هاي، وهذا لازم نحوله محطة ترام. الحين بحطي محطة ترام هني، بس شو أبى أسوي؟ هاي الشارع لازم يستوي ترام على أساس الترام يقدر يطلع ويروح وين المحطة هناك. حاول إني ما أهدم البيت، إذا بيستوي ريموت ريموت والله بسحب عليه وبحطيه. ليش البيت اللي هناك استوي له ريموت؟ سؤال. إذا خلاص خلنا نحط محطة ترام هنا، ما تفرق وايد يعني، مهم إنه يوصل هناك بس. إنزين باي فيهيكلز نفس الشيء، بنشتري 5 حاليا. إنزين بنشتريهم بنحطيهم على خليل ترام، بما ان في طريق بيطلعون بيروحون ما عندهم اي مشاكل. شوفوا بس استوى عنا مواصلات داخلية، استوى عنا كل شيء. الحين اللي يبقى لنا قطار بين المدينتين، قطار بين المدينتين وايد مهم، لان هالمدينة ما حولها شيء. والله وايد حلو، وايد حلو انه في حضن المدينة هذا. هذا بسوي له خط هنا مباشر الحين. لا بس هذا لازم احوله. اوكي هذا شو يبه؟ رول ينتج ستون، حلو. وهذا شو يحول الستون لمواد شو بناء، وهي الشي يبون مواد بناء. ممكن يكون اسهل من هذا، مش ممكن صح؟ انزين خلنا نسوي هنيش خطار اول شيء، ونبدأ ندخل فلوس، لان اعرف انكم تبون تشوفون قطار. اللعبة فيها وايد ان الواحد يسوي. يا الله لما تبت ما انسدك شفت. يا الله يا جماعة من زمان ما لعبت، خلاص مهارات راحت. زين الحين يوم بنبدأ بنحط قطار شو بيستوي؟ بيبدأ في عنا حركة ناس وحركة بشر وحركات وهذا، وبنبدأ ندخل فلوس. يعني في اوريدي لاينات عنا تدخل فلوس تقريبا كلهم ما عدا الترامات لانها يداد، بس الحين بنبدأ نحطي ها كتب اوريدي لان غيرت اسم المدينة سماه احمد طه ترين ديبو. تشوفوا زين الحين بحطي اول شيء ابا محرك ولا مكينة حلوة قوية تمشي، هبات 60 45 64، هذا 1,100,000، هذا 1,600,000، هذا 600. والله هذا زين، هذا زين. بس شو بنسوي؟ خلنا نسوي لاين حقهم. ما تشوف واحد لونه بنفسجي. اوكي رين كريم احمد ستي
مع من هالمدينة هالمدينة قطار، بنسوي القطار بنفسجي من لون الخط. زين باي فيهيكلز هذا نغير لونه الى نفس لون الخط تقريبا، نضيف قطار هني وباسنجر ابغى اضيف 6، 1 2 3 4 5 6 يشيل 70، ابى بعد واحد ما اظن بيستوي عندي فلوس نوعا ما، بعدني قاعد اخسر بس اذا نقدر ننزل تكلفة المحرك نفسه نقدر ناخذ الروسي هذا ب600,000 و55 سرعته لين 1913، وانا بخلي اللعبة واقفة بعدني شوي. زين وما بنقل ركاب اكثر، نزل تكلفة 3 مليون، بنحطيه على اللاين اللي هو من مدينة خليل لمدينة احمد، وبنشوف كيف الركاب يروحون يردون. الحين شوي في خسائر لان ما في عندي طلب على الترامز على هاي السوالف، بس اذا في حد قام يركب شوف الناس قامت تركب شوي شوي. من الشغلات الموجودة في اللعبة ان اللعبة تتريا demand and supply، اللي يدرس بزنس بيعرف شو demand and supply. تتريا المشكلة في مشكلة هني يعني ولا شو؟ وتشوفهم ماشي عدل يعني. لا اوكي. متحملة زحمة الشارع عدل. ما عندي مشاكل. اللعبة فيها وايد انتظار، فيها وايد شوفوا الافلوت حلو حط مكانه بعيد عن الترام. فما قاعدين يتضاربون على الشغلات، شو وضع الأكل عندهم؟ أوكي ياس يلبي احتياجات الأكل، هذا يعني يكفينا حاليا، قاعد ينتج قد ما يحتاجون، بالمستقبل يمكن نحتاج شوي زيادة، لكن مش بالكثير يعني، ممكن نسوي لهم خط هني جسر شيء، ما أعرف، بنشوف له يعني ترتيب وصرفه يعني ما عندنا مشكلة، بس في وايد مزارع عندنا ترى أصلا. والمصنع هذا المفروض يشيل ضغط المزارع كلها لانه يوصل فور سبلايرز، شوفوا كلهم ممكن يكونوا سبلايرز، بس هنا اوريدي المزرعه وايد قاعد تنتج ونحن ما قاعد نستعمل الاستهلاك كله اصلا، ولا ما قاعد نستعمل الانتاج كله اللي هو ممتاز. في احد قاعد ركب الخطار؟ عندي 17 واحد ركب الخطار، نايس يا سلام يا سلام. هذا في 12 واحد هنا بيركبون، شوفوا الترام شغال، الترام يسيب ناس والناس قاعد تمشي. اتمنى لو كان في ممر حق المشاة بس واحد يحطه يكون يقرب المسافة من هنا لهني، بس ما في على حد علمي يعني، ما في للأسف. لو كان في كان وايد حلو، بس شوفوا الخط وايد زين وايد زين، شوفونه ينزل ناس يروح، ما في بيكون تصادم، ما بيكون في شيء، الناس تروح وترد القطار طلع فلوس. خلنا نشوف على القطار، القطار ما طلع فلوس للحين لكن بيطلع فلوس قريب. خلاص بما ان الترامز قاموا يشلون ناس، يعني مثلا مدينة خليل في مشكلة الترام لسبب ما قاعد يشل ناس، هو كاتب لي مشكلة station report the following problem، شو المشكلة فيه؟ انا مش فاهم شو المشكله الحين، ما الترام يوقف يروح. زين شو الفولوينج بروبلم، شو المشكله يعني، ممكن توضحون اكثر؟ يمكن انه ما في ناس، اي دونت نو، في ناس قاعده تنتقل هنا، بشوف بعدين يمكن اهدمهم واردهم. انزل لكن الحين لان وقت الحلقه خلص، بس قاعدين نشوف الناس اللي تبتيه هني، كمية طيبة من الناس. في فيول، في شيء نقدر نسوي حقه بترول، وين؟ ما عندي بترول، ما عندي اويل، يعني ما اقدر البي احتياج الاويل. في اويل هني، بس وين اقدر اصنع الفيول؟ ما عندي مصنع فيول، افا مصنع نبغى حق البترول هذا. والمبعدة
كيف وصل لهني؟ لازم ندور له طريقة ثانية عقب. والله تصدقون من هاي المدينة لهاي المدينة فكرة أحط أقدر أحط سفينة، لأنه وايد مزدحم المكان ترى. نقدر نحط مينا هني في الوسط بياخذ لفة يوصل لهني، أو مينا هني يروح سيدا ويرد، يعني في المستقبل يتوسع المكان. المهم اللعبة وايد حلوة. المهم مشكورين على متابعة الحلقة هاي، اشوفكم في حلقة قادمة على خير. لا تنسون رجعنا لكم، ونباكم تفجرون اللايك وشير والسبسكرايب، نبى القناة تولع من اول جديد. السلام عليكم ورحمة الله.